الملف السوري كان محور محادثات أجراها وزير خارجية الكويت في موسكو مع نظيره الروسي، ركزت على الحل السياسي للأزمة السورية. كما تطرق الوزير الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح في محادثاته مع الروس إلى ملفات الطاقة والاستثمارات، وأكد على تفعيل عمل اللجنة الحكومية الكويتية الروسية المشتركة، موضحا أن هذه اللجنة مخولة بمناقشة جميع المسائل الخاصة بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. ملفات عديدة وبارزة على الصعيدين الإقليمي والدولي تضمنتها زيارة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد إلى موسكو، الذي أكد على أهمية تطوير علاقات الكويت مع روسيا الاتحادية، واصفا هذه العلاقات بأنها تاريخية تعود إلى أكثر من 100 عام. الخالد وخلال مقابلة تلفزيونية لقناة الإخبارية الروسية أشار إلى أن المباحثات التي أجراها في موسكو تناولت التعاون في مجال الطاقة والعمل على ضمان إيصال هذه السلعة الهامة إلى المستهلكين في جميع أنحاء العالم بأسعار معقولة والإفاء بالطلب عليها. وفي الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية عن جهود حثيثة تبذل لعقد اجتماع للجنة الحكومية الكويتية الروسية المشتركة لمناقشة جميع المسائل الخاصة بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، أكد أن الكويت تدعم هذا التوجه نحو ضمان وجود أسعار معقولة ومقبولة للنفط. وحول تطوير العلاقات الاستثمارية أشار إلى أن الكويت شاركت في صندوق الاستثمارات الروسية بمبلغ 500 مليون دولار. وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، أشاد الخالد بالدور الذي لعبته روسيا للحيلولة دون وصول الأزمة السورية إلى كارثة من خلال معالجة مشكلة الأسلحة الكيميائية هناك، مضيفا إننا نتابع باهتمام الجهود الرامية إلى عقد مؤتمر دولي حول سوريا. وعلى صعيد متصل، رحب وزير الخارجية بالمؤشرات الإيجابية في إيران التي برزت بعد انتخاب الرئيس حسن روحاني، وأظهرت رغبة الشعب الإيراني في التعاون والانفتاح مع المجتمع الدولي، في إشارة إلى اللقاءات التي أجراها كبار المسؤولين الإيرانيين على هامش انعقاد الجمعية الأمومية للأمم المتحدة في نيويورك مؤخرا، والتي حملت رسائل تطمين بإمكانية وجود معالجة إيجابية لأزمة الملف النووي الإيراني، في حين لفت إلى أن إيران دولة مهمة تلعب دورا كبيرا في ضمان أمن واستقرار المنطقة. الخالد أشاد أيضا بدور موسكو في تطبيع العلاقات بين الكويت والعراق من خلال تشجيع الجانبين على حل المشاكل العالقة بينهما ومساعدة العراق على الخروج من طائلة الباب السابع لميثاق الأمم المتحدة، وهو الأمر الذي ساعد العراق في التحرر من القيود المفروضة عليه. وكان الشيخ صباح الخالد قد اختتم أمس زيارة رسمية للعاصمة الروسية موسكو استمرت يومين، نقل خلالها رسالة من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تضمنت دعوة بصفته رئيسا لمجموعة العشرين لحضور القمة العربية الإفريقية المقرر عقدها بالكويت في نوفمبر المقبل.